كده احنا معانا الداتا، فيها الداتا اللي احنا عاوزين نعرضها واللي هي عبارة عن array of posts، فهنروح للتمبلت عشان نشوف هنعرضها ازاي. بما انها عبارة عن array فهنعمل iteration وهنستخدم syntax جديدة اسمها for. دي syntax جديدة في Angular، قبل كده كنا بنستخدم syntax القديمة اللي هي ng4 عشان لو شفتها في مشاريع قديمة ولا حاجة تبقى فاهمة، لكن احنا طبعا هنركز على السينتاكس الجديده بتاعت Angular فيرجن 17 عشان بتدي performance افضل والريدابيليتي بتاعتها افضل، وهي تشبه جدا الفور سينتاكس بتاعت الجافا سكريبت العاديه. فهنقول فور بوست اوف داتا، طبعا الداتا عباره عن array of posts، فانا بقول له لكل بوست بقى من او لكل عنصر من عناصر الداتا دي اللي هو بالنسبه لنا بيمثل بوست، هقول له تراك بوست اي دي. ايه بقى حكايه التراك دي؟ تراك علشان في كل مرة البوست بيتغير او الداتا بتاعتنا بتتغير انجولار بيديكونستراكت الدوم تري كلها وبيبنيها من الاول. فاحنا عشان نتجنب الحتة دي عشان نحسن البرفورمانس بتاعتنا احنا بنقول له هتتراك التشنجز اللي بتحصل في البوست عن طريق الاي دي، يعني انا لو حذفت بوست معين هيعرف ازاي ان ده اتحذف او اتضاف عن طريق الاي دي بتاعه. هكتب هنا اللوجيك بتاعنا اللي هو عبارة عن HTML عادي، ولكن في كمان ممكن طبعا استخدم else عادي جدا، ولكن عندي كمان empty اللي اقدر استخدمها عشان اعرض ال UI بتاعي او ال element بتاعي في حالة لو مفيش اي data رجعت. فهقول هنا مثلا no posts، هاجي هنا بقى ايه احط ال data بتاعتي، فهقول مثلا div جوه منه مثلا h1 او h2 whatever. لاحظ ان ال variables بحطها جوه الاقواس المعكوفه دي عشان انجلر يفهم ان دي variable، وبعدين عايزين نحط بقى div طبعا. هو الاوتو كومبليت ده بيوتو كومبليت ليه؟ عشان انا معرف له هنا البوست دوت انتري فبيساعدني في الحاجات دي. ده كده حاجة سريعة، لكن احنا المفروض نعمل الموضوع بطريقة اشيك من كده، لكن خلينا ايه ندي بصة سريعة الموضوع ماشي ازاي. نفتح بقى الصفحة بتاعتنا هنلاقي انه عمل لنا البوست ساي، طبعا شكلها ما يسرش بس احنا عايزين بس نتعلم الكونسبت. عايزين بقى نعمل لينك لما ندخل على بوست معين نشوف الديتيلز الكاملة بتاعته بما في ذلك الكومنتس والرياكتس وديتيلز كاملة.